أكدت الصين ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة، وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة حتى الآن، وجميعها في إقليم هوبي بوسط البلاد. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية في ووهان، والتي سجلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، ستحد من مخاطر انتشار هذا الفيروس عالمياً.